راكم لاباس وراكم بخير وربي يفتح علينا وعليكم وعلى كل المؤمنين. بون، هذا اللايف هذا راح نديره على جال ارساليه كما قلت لكم اللي كانت مهوله الغاشي. شوفوا اخوتي، باش يقولوا كان ارساليه، والله لا تسعى ارساليه، ما كان لا ارساليه لا يديك لا يجيب لك، ما هبطت ارساليه، ما كان حتى حاجه تذكر ولا تتقال، ولا الشيء اللي راهم يديروا فيه، القانون اللي يخرجوه راهم يخدموا به كما راه. رشيد مشطوب، عليكم السلام. رشيد مشطوب تحياتنا للجميع. خذ السلام. قلت لكم اخوتي، ما كان الشيء القانون اللي داروه راهم يخدموا به كما راه، يعني ما زاد ما نقص، ما كان حتى حاجه جديده. وما كان هذه الارساليه اللي راه مهوله الغاشي اللي تقول لك باللي نهاية العقد يدفعوا ملف تكميلي ويدوا المنحة التكميلية تاعهم. عمار وقف، اقعد عاقل، اقعد. ما كان ما قصوا التأديبي، ما قالوا نهاية العقد يخلصوا، ما قالوا الإرسالية لا هبطت لا نهاية العقد لا تأديب التقصى ولا والو. هذه كلها أخوتي هضرة في هضرة في هضرة في هضرة. كان واحد الناس ولا غنشوف المناشير تاعها من حيل، قسما بالله. بون، درك أول حاجة، أول نقطة ساعدين نهضروا عليها، على الوافي خويا، على الوافي عمار. الوافي عمار مسكين ممكن ما قدرش، إلى اي ما عرفش بالك كيفاش راح الميساج، مي هو واش قال لي كيما هي اليس هذيك اللي عنده، على اساس درك لاكاس مينيتار كيما تلقاش، كيما نقولوا تعيط المشطوبين سوى نهايه العقد ولا قال تاديبي، وما تلقاش نوامرهم، ولا تلقى نوامرهم بدلوهم، ولا تلقى المهم نيميرو تاعهم بالله، اي ما تلقاش كيفاش تلحق له. انا تبعت المنسق ولا تبعت هذاك الانسان اللي بارز، هي لما تبعت المكتر تبعت المنسق اللي دفع الملفات على اساس هو اللي كان كونتاكت معه، يا اما هي تبعت المنظمه والمنظمه تبعت المنسق، يا اما تبعت ديريكت المنسق، يا اما تبعت لابريغاد كيما نقولوا احنا سان كان فيها في كتير بزاف يستعينوا بالمنسق. هذه هي الحكايه. اما اللي قال بلي كان ارساليه على نهايه العقد يدفعوا الملف التكميلي والتأديب راهم مقصيين، راهي ما كانش هاد الهضره خلاص نهائيا. كان قانون اللي داروه بتعديل المعاشات العسكريه هذاك هو اللي راه يمشي، ما كان والو اخوتي، وما تأمنوا حتى حاجه، وما تدخلكم وما تدخلوا في لسانكم حتى حاجه اخرى زايده. كاين ناس كبار نشوف المناشير تاعه، سبحان الله، هو كبير قدي كيما كان 46 ولا 45 ولا 40، يديروا واحد المناشير يقول لك لا وكاينه وانتم ما تفهموش في القانون، وهو كل ديته وكل كبران ولا جندي ولا سرجان، ما تفهموش في القانون وما تفهموش كذا. انت كاجي تفهم في القانون اصلا بعد ما تخرج مشطوبه كاك اي بلا حق، هذا اللي كاجي تفهم القانون. لا يعني ثاني تبقى تزيد تهول في خاوتك. هما قالوا الارساليه، قالها واحد من بعيد خلاص، ينطق الاخر من هيك يقول لهم ايه، والقانون واش يقول واش يقول واش يقول، ما كان حتى قانون، وما كانت لا باب الريف، وما كانت تكتبوا هذيك المناشير هذيك الهدامه هذيك بلي القانون واش يقول وصح وما يصح، ما كان والو خاوتي. والله لا تسعى حاجه، امنوني، وانتم راكم تعرفوني انا ما نكذب عليكم، حسبت عمري 33. اه يا ربي ما عنديش في عمري 33، ربي يحفظك اخويا. علام وليك وحش، ربي يحفظك علام اخويا عبدو، لاباس الحمد لله. قلت لكم اخوتي ما كانش خلاص نهائيا، والمساكن هولتو على جماعة، هولتو فئة التأديبي عشان التليفونات ماهيش حابسة وعشان كذا، وانا ما حبيتش ندير لايف حتى رحت اتأكدت بنفسي وباللي دارت باللي ما كان والو. ربي ياخذك امروان، لا يسرك اخويا، ما كان والو.
حتى رحت اتاكدت بنفسي ومن بعد دروك باش درت لايف باش نقول لكم اخوتي وما كانش منها، وانا من الخطره الاولى مقتنع بلي ما كانش منها. فكش على بالي ما راح تعرف علينا حتى ارساليه، باش تعرف عليك ارساليه لازم 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 تهيكلوا رواحكم، وباش تهيكلوا رواحكم. اوكي يا ابو ناف، دوك ندير نواظر اخويا، دوك ندير نواظر توفيق، باش ندير نواظر قاعد هكاك ربي لي عالم اللي تخدمها تاكلها. اللي باش تهبط ارساليه فيها على فئه المشطوبين ياوي يحبنا، او قلت لكم ديك خطره ياوي يحبنا يحبنا، اذا ما تلموش وما نديروش يد واحده يا والله العظيم ما نديرو خيط في برا. هذه نقولها لكم من الاخر، ما نديروش خيط في برا. باش تعبت رسالية على المشطوبين وفئة المشطوبين، ده ما تذكرونا خلاص. راه داروا القانون، القانون هذاك ويمشي تربح. اللي دا دا واللي ما داش ما داش. هذه. وعليكم السلام. وعليكم السلام يا رجال مصدي. يا عليلو تيبو فهمتوا اخوتي، راه ما كان والو، ما تهولوا ما يتهولوا خاوتنا. انت التاديبي في التاديبي اللي يقول لك احنا كيفاش هيقصاونا، وما يفرحوا حتى نهايه العقد اللي يقول لك جات على نهايه العقد ورايت فاهمين في التكميلي. ما كانش، انا قلت لكم باش تهبط علينا ارساليه وفيك بارك ابراهيم اخويا، باش تهبط علينا ارساليه يا ولازم تهيكل روحك، والدوله تدير حساب للهيكل، ما تديرش حساب غلم بلا راعي. باش نقولها لكم، دير حساب للمهيكل، لازم نهيكلوا رواحنا، وباش نهيكلوا رواحنا لازم نحيوا النفاق، وباش نحيوا النفاق لازم هذا يكون صافي. هذا ما عليك راشينكوف، باش هذا يكون صافي. هذا اللي خلقه لك سيدي ربي بيض، وانت حكمت كحلته، هذا لازم تعاود تصفيه. والله ماك شباب عليا ليلو، ارواح اخويا اطلع معايا ونشوفوا تشوفوا ونشوفوا الناس شكون اللي شباب. هو من هو من بالعباس وجو مصدي وانا من ورق لهاني. ها خليني نكمل اللايف يا ليلو، فهمتوا لازم هذا يكون صافي. واحد لعب زعيم، واحد لعب رمبو، واحد لعبها يقول لك يا اطلعوا معايا الوجه في الوجه، واحد لعبها مشهار، وواحد ديما وين يدير لايف يسب الناس، وواحد مانيش عارف تقول هو اللي جاب التسويه، وواحد اخر مسكين دايرينو هو اللي قصى الناس. راه ما كان والو، والله ما كان والو. اذا باش تمشيو صفيو القلب، القلب لازم نرجعو بيض مع اخوك، حتى لو كان ما خدمش معاك، حتى كانوا مش الكور تاعك، بصح ديما راه رفيق في السلاح وديما راه مشطوب. فيصل وعليكم السلام ورحمة الله. عطية محمد، عطية ها شو هاو عطية محمد يقول لك كان إرسالية نهاية العقد. خلاص وش هنقول لك، هاك انت على بالك، انت راك على بالك اخوانا، ما باش انا اللي على بالي ما كانش رسالي. فهمتوا احبابي، لازم نصفوا القلب هكا باش باش يعود يدير لكم يديروا لنا حساب ويهبطوا لنا رسالي. راه ما كان والو اخوتي، وما تتهولوا ما والو. وش بيه الصخر؟ واش دار مشكل ثاني الصقر؟ وانا صقر صقر الغليزاني، والله ما على بالي واش دار، والله ماني تبع معاه. خضران هذه يا احبابي على واش درت لكم اللايف، هذا ما كان، هذه هي الحكايه. الحكايه باش نقول لخاوتي راه ما كان ارساليه، ما هبط ارساليه، ما ذكرونا، ما هدروا، ما سمعوا بينا، ما والو، القانون يمشي. ايه يا كلاشينكوف هذاك هو صح ولا لا صح؟
ياك هذا عطية، ياك عطية محمد، لازم يصدق من نسق تاعو يا خويا، ربي سهل عليه، روح صدق ولا روح. سلام على ياسين، يبلغ يا علي له. هذه يا خاوتي وش نقول لكم، باش ما نطولش عليكم، وش نطول في اللايف صح، انا توحشكم وشات نقصر معاكم، بس الله غالب الظروف برك اللي ما وداش. ان شاء الله نزيد ندير لايف ونزيد نقصر مع خاوتي، وماذا بيا يزيد يطلع لنا، تطلع نسبة المشاهدة بزاف. عطاك شما وانت ما رحتش معاهم، عطيه كي راحوا اليوم هكا راك رحت معاهم، انا ما رحتش بعد حتى معليش، هما جات ارساليه على هذاك على نهايه العقد، روح معاهم حتى لو كان كنت من فئه التاديب، يروح قال هاك برك نورمال وخلاص. يا ودي الله يهديك عطيه، هاك بر شويه يا صاحبي، والله العظيم هاك بر شويه والله. هذا هو اخوتي وش كاين، وما سقاش هذوك يا خوتي على وجه ربي، هذوك اللي يديروا المناشير ويبدا يلعب يضرب القانون يا يعني، غير ما كان له والله العظيم والله، باسكو كي نقعد نقرا في هذاك والله غير قلبي يوجعني والله. هو ديتو كومبليكس سيرجو، ولا سيرجو شاف ولا كابران ولا جندي، وتلقى تشوف كيف يضرب القانون عبك مخي يحبس، قسما بالله والله غير مخي يحبس. خلي خاوتنا نورمال، اذا باغي يتكافح على حقك نوض كافح، اذا باغي يتكافح على حقك نوض دير تحسيس، عاود صفي القلوب لبعضها، واللي قلبه شين ومش باغي كذا، وكل دقيقة يطلع في اللايف يسب الناس، ولا كل دقيقة يطلع في اللايف ويهبط المورال للناس، ولا كل دقيقة يطلع في اللايف ويصرخ في الناس، ولا يكذب في الناس، ولا مانيش عارف يقول للناس هاكم تسويتوا انتم وحنا ما تسويناش. يا خويا قلبك مش صافي، عارف روحك باللي ماك صافي، اجبد خلي لي قلوبها صافية، او انت اخويا ضم الصف وقعد تبها وخلاص. هذه هي ما والله العظيم ما فهمت النضال هنا في الفيسبوك، تشوفوا لا اله الا محمد رسول الله، وبصح في الصحة وما كاين والو والله والله. جرينا يقعدوا يجروا على الناس مساكن، روحوا اهبطوا واطلعوا، هي ما كاين والو. سبسم يظل، وعليكم السلام والله يا خالتي. هاي يعني ل ل ل ل ل الواقع، ولا غير الواقع والله، اللي باغي حاجة الحاجة المليحة اللي ما تديرها يا أخي نصفيو القلوب. يا ودي يا مصباح نحكي انا، وتجي تقول لي واش محتوى هذيك الإرسالية، هاو قاعد تقنبر بيا درك انا ولا كيف؟ الله يهديك يا سيد احمد، كيف واش من محتوى الإرسالية؟ تسمى مصباح ناظر مقبل وانت تقول وش فيها؟ فيها قال لك ارواح انت، امي عيطوا لك قال لك ارواح غير اللي تخلص فينا كل انت عم يلفك وانت وليت تبدي. خلينا نحمي بابك، لا نخرج من ابك، نخرج من اللايف، نخرج من الاخر غير ما كان. هذه يا خوتي اللي باغي صح يا يصفي القلوب، وما تخاص نطلعوا في اللايف نسبوا بعضنا. اكل دقيقه دار اللايف، هاك انت هاك انت هاك واش يا صاحبي انساه هنا، ولا هاك مبعتو هاك مشريتو هاك سويت روحك هاك ما سويت، يا اللي سوى روحه بصحته واللي دار قلبه بصحته، وما يقعدش يستنى فيك. وهذاك القالب تاع انا ماذا يا احنا كل يا والو، انا يوم ما تدخلش في راسي نهائيا. صفوا القلوب، صفوا القلوب، اللي سوى روحه بصحته، واللي ناضيقة ملف بصحته، واللي دار بصحته. الماتش مبيوع، اقعد تبع الماتش مبيوع، ترى ما فهمت الماتش مبيوع كفايه. اي واش قصدك بيه هذه؟ ما يبغوش الصحه منصور اخويا، ايه ما يبغوش الصح. باش تك تهضر معاه يا اخي، انت كيف الصحه بينك؟ تسمى نقعد نسبوا في بعضنا. السيد لاقي يعرف كيفاش يسوي روحه، يقعد يتبع فينا احنا اللي قاعدين نسبوا بعضنا، ما تصلحش. واش هذا ملائكه هو؟ وهذا ما هو نبي، ما هو مرسل، ما هو ملائكة، وما هو علم جليل. هذا كيما انت كبران ولا مانيش عارف شني، ولا سرجان كان في الجبال يطايش، كيف تحب تكون عقليته؟
ما اش كلها يطيح يا عطية، ما كان تو عطية، مش انا هو عطية. ساعة عفنت هي، وما كان تو يطيح يا جماعة، وما كان تو يطيح لو جاء ربي. والله اش كلها يطيح هذا، اما كان تطيحوا لي في اللايف نتاعي عطيت شانية والله العظيم. وتبدأ فيها عبد القادر كل يوم تطلع يا عبد القادر الجزائري تقول لي طفي دخانة، ما فهمتكش انا. سامي اسلام سليمان خويا ربي يشافيك ان شاء الله، وهاو سليمان خويا ادعو له بالشفاء مالقري، حتى وكان غلط وكان يرقد وكنت ناظر معاه في التليفون وكان يقول كاين مريقله وكلش. هاو يا طارق قادر مقبل عيط لك في القايله، هاو عاود لي يا طارق قادر عاود لي محتاجك، عيط لي من بعد. هاو سليمان خويا ومن بعد في الاخر هاو خرج وقال لك اودي وكيفاش كيفاش وحكى الصح. ادعو له بالشفاء خاوتي، راه اخوكم ديما ديما، راه اخوكم ادعو له بالشفاء والمسامح كريم. على كل حال ما تبقاش حنا نبقاو ندعو على بعضنا، ادعو له بالشفاء ربي يشافيه وربي يشافيك يا سليمان خويا، ربي يشافينا ويشافيك ويشافي امه محمد الكل ان شاء الله. حنا نطلبوا حاجه ربي يفرج علينا وربي يفتح علينا وربي كاش ما يجيب لنا حاجه لي واحد ما يهبطوا علينا، يهبطوا ذاك المرسوم علينا، باسكو بالعقليه هذه نشوف فيها انا رايحه مال ورايحه ما كان حتى واحد ما رايحه مال، وما راح نتلموا وما راح نضربوا على حقنا ونقعدوا نسبوا غير في بعضنا. نخليوا الناس هذوك ياك ونقعدوا غير في بعضنا. ايه الاحترام مليح يا خاوتي، هذه هي باش ما نطولش، وراني طولت بزاف وسامحوني سامحوني، ومازال ندير لايف ونقصر مع خاوتي وتحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.